بعض الرواد اللي بيسببون في كتاب في الفكر الإداري، هذا الموضوع موجود في الكتاب المقرر الطبعة الثالثة من صفحة 95 إلى 100. سنركز في هذا الموضوع على الأشياء الأساسية، وينبغي الرجوع إلى التفاصيل في الكتاب المقرر. أول رائد من الرواد المسلمين هو الفارابي. الفارابي له عدة مؤلفات بلغت نحو 100 كتاب ورسالة، منها السياسات المدينية وآراء أهل المدينة الفاضلة وإحصاء العلوم والآداب الملوكية. من أهم ما جاء في آراء المدينة الفاضلة: الجماعة الفاضلة والقيادة الفاضلة والصفات الفطرية للقائد والصفات المكتسبة للقائد. وينبغي العودة إلى الكتاب المقرر للتوسع في هذه الصفات وهذه الخصائص. الشخصية الثانية الماوردي. الماوردي اسمه أبو الحسن علي بن حبيب البصري، اشتهر بالماوردي، له عدة مؤلفات منها الأحكام السلطانية والولايات الدينية وآداب الدنيا والدين والوزارة ورساحة الملوك وتسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك والحاوي الكبير. في كتابه الأحكام السلطانية ركز على أسلوب الإدارة والحكم وتناول رئاسة الدولة والواجبات العامة والخاصة للحاكم وشروط أهلية الحكم والوزارة وأنواعها وشروط التعيين بها والإمارة والقضاء والدواوين والحزب والتنظيم. أبنائي الطلاب، ينبغي أن أنبه إلى قضية معينة. هذه يعني ليست ما ذكر هنا هي الجهود اللي قام بها كل عالم من هؤلاء العلماء وكل رائد من هؤلاء الرواد، وإنما تمت الإشارة فقط إلى المجهود في الجانب الإداري فقط، لكن كانت لهم إسهامات أخرى في علوم أخرى وكانوا موسوعات لكثير من العلوم. الغزالي أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي له عدة مؤلفات: المستصفى والاقتصاد في الاعتقاد وإحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة وميزان العدو والفلاسفة والفلسفة والأخلاق والتبر المسبوق في نصيحة الملوك. ابن تيمية وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية من أشهر كتبه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وكتاب الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية. ومن أهم ما جاء في السياسة الشرعية الخطوات الواجب اتباعها لمحاربة الفساد الإداري وتولية الوظائف العامة للأكفاء، وهي خطة للإصلاح الإداري. وفي الكتاب توسيع وتفصيل لهذه الأشياء، وهي أفكار فيها البتعة. من ضمن الأفكار التي أشار إليها استعمال الأصلح واختيار الأمثل واجتماع القوة والأمانة في من يتم اختياره ومعرفة الأصلح. ابن القيم الجوزية. ابن القيم له مؤلفات عديدة، أشهرها أعلام الموقعين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية والروح في الكلام مع أرواح الأموات والأحياء وزاد المعاد في هدي خير العباد ومدارج السالكين. من أهم اهتماماته في النفس البشرية اعتبرها نفسا واحدة ولها 3 صفات: النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة. ابن خلدون عمل في أجهزة الدولة في وظائف إدارية وسياسية. من أشهر مؤلفاته كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم بربر ومن عصرهم من ذوي السلطان الأكبر. درس أساليب تحسين التنظيم عن طريق علم الثقافة الذي يبحث في نماذج المجتمع، وقال باختلاف التنظيم غير الرسمي والرسمي، كما أكد على دراسة النمو في التنظيم والتنبؤ بمآل هذا النمو في المستقبل كالكائنات الطبيعية، وأن للتنظيم بداية ينمو ويتطور ثم يصل إلى نهايته. القلقشندي أهم كتبه الموسوعة العلمية المسماة صبح العشاء في صناعة الإنشاء، اهتم بالسكرتارية ووظيفة الكتابة ومتطلباتها والتنظيم المكتبي. الشاطبي وله عدة مؤلفات، أهمها كتاب الاعتصام، كتاب الموافقات في أصول الأحكام، كتاب الاتفاق في علم الاشتياق وغيرها.